أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية إحياء وتطوير التراث الإماراتي وغرس قيم ومفاهيم العراقة والأصالة في نفوس الشباب من خلال العمل المنظم وإقامة ورش العمل التي تساعد على إبراز الموروث الإماراتي وتعريف الأجيال الناشئة به. جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم مؤتمر زايد والتراث الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.